الأهداف مكان للمتعب وتسجيل الأهداف. الشد واضح والخطأ واضح بالنسبة للترجي في هذه الآونة وفي هذه اللحظات. خطأ للترجي في مكان مكان مناسب، لكن لمن؟ مكان شايفين الكل واقف ويترقب ويتأمل ويرى هذا الخطأ في هذا المكان اللي يتمناه جماهير الترجي ويراه جماهير الترجي في هذه اللحظات. فرصة مناسبة للتسجيل. الترجي في الدقيقة 32 في مكان جميل وأمام أيمن المثلوثي وفرصة للتهديف الآن وفي هذه اللحظات. تنحط جماهيرهم يجن جنونهم الآن بهدف كان جميل للترجي. الله يا ترجاوية، الله يا أسطورة هذا النادي بجماهيره في أحلك الظروف في أصعب المواسم لا يستسلم ويقول فارق الخمس نقاط نخليها نقطتين والدور التونسي ولع. الدور التونسي ولع ولعها 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 سعد بقير. الله على الجول وحلاوته، الله على الجول وحلاوته، الله على الجول وجماله. هدف جميل، لا اعرف لما الاحتجاجات، لربما للخطا للفاول الذي سبق لحاله التسلل، الحاله التي غضب عليها البنزرتي. اجواء فظيعه في ارضيه الملعب وكذلك في المدرجات. اوه على الترجي، اوه على الترجي، اوه لما ما يستسلم، لما يقول لن ارفع المنديل، لما يقول من كوره واحده العب يا نجم وكره فاول واحده احطها في الجول. هذا ليس كلامي، كلام سعد بقير، كلام الترجاويه، كلام واحلى الكلام في الكلاسيكو الجميل يبدا الان وينطلق الآن. هوبا الله 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 على سعد بقير، الله على الهدف الجميل، الله على الهدف الرائع. وحطها حط حطها حطها زي ما يجب أن توضع وتحط في مكان جميل. يعني لعبتها كذا، ما في اللعب إلا كذا. وقال هو بهذه الطريقة والصورة الجميلة وضعها سعد بقير اللاعب الذي غاب عن مباراة الصفاقسي لكنه حضر في المباراة الكبيرة وسجل أول أهداف كلاسيكو تونس الآن. شوف الكرة، هذه اللقطة اللي كان فيها الاحتجاج على الشد اللي وقع فيه واضحة واضحة واضحة. الشد كان واضح بالنسبة لزياد بوغطاس على مهاجم الترجي وبعد كذا سعد. يا عيني يا عيني عين 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 عيني عليك بأردن وعلى كيف كيف وقف وطالع لهدف بقير الآن. الأحمر الأحمر الأحمر، أوه الكرة تبعد، عادت الكرة من جديد. خطيرة حلوة على الجهة اليمنى، حلوة لو انحطت لإيهاب
توصل وفرصة فرصة تسديدة الإنقاذ في اللحظة. ركلة جزاء ركلة جزاء ركلة جزاء للإتوال. يا إلهي كيف كانت هذه اللقطة، هذه اللعبة اللي من الصعب كل ذهب، الصعوبة كلها انتهت وهذه السهولة. نعم نعم، لمسة يد كانت على شمس الدين الذوادي، وحكم اللقاء محمد أمين بن ناصر أطلق الصافرة إلى علامة الجزاء. لا أعرف إذا كانت لمسة اليد موجودة أم لا، ولا أعلم إذا كان القرار سليم أم لا، لكن في النهاية احتسب القرار بركلة جزاء. وأترك الرأي للخبراء مع هيكل الشاهي، عندنا الاستوديو حيحكوا فيها، حيفصلوها، حيعطوها ما أعطيت من حقها لا شك من تحليل هذه اللقطة. لقطة صعبة للأمانة، لقطة صعبة، والقرار يبقى لمحمد أمين بن ناصر وركلة جزاء للنجم. هل يعود في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضايع؟ لاحظ يا شمس الدين الذوادي، بس هذا الحكم تمثل على الحكم، تضحك على الحكم. بصراحة لقطة اليوم في هذا الكلاسيكو الصعب المجنون الصاخب الصاخب، وتلاقي الذوادي يقول لابن عمر بس يعني يدفع يقول لك خلاص وقر، تلاقي الذوادي عمل رياكشن، عمل تمثيل على الحكم. صراحة من اللقطات الطريفة في هذا الكلاسيكو الجميل. لكن عندنا رجل المباريات الكبيرة ولاعب المباريات الكبيرة الأحمر، الأحمر علاها للإطوال وللأبيض والأحمر. الله 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 على حمزة الأحمر، الله على حمزة. الآن يعيد النجم إلى التعادل، يعيد النجم إلى نتيجة، إلى نتيجة قد تتوجه عاجلا غير عاجلا في الدوري التونسي. شوف شوف حمزة الأحمر على طول وضعها على يسار علي الجمل، والجمل ما طاح، الجمل ما طاح، النجم ما طاح. نقول دائما لا طاح الجمل كثرة سكاكينه، وبالتالي الآن كان قد سقط بهدف سعد بقير، لكن الجمل ما طاح، الجمل ما طاح، لأن حمزة الأحمر ومن نقطة الجزاء نجح بإعادة النجم إلى التعادل في هذا الكلاسيكو المثير والرائع في شوطه الأول فقط. كانت قد احتسبت 3 دقائق من الشوط الأول في ساعة الحكم أمين بن ناصر، وبعد ذلك جاء الهدف الآن ونحن نسير للقطة صعبة، لقطة صعبة. هل هي باليد؟ طبعا هذه لقطة مثيرة، هل هي متعمدة غير متعمدة؟ هي غير متعمدة، هذه من الثابتة اللي يوقف عندها واحد متخصص، مش بس متخصص بل هو سيد المتخصصين وسيد العارفين في مثل هذه الكرات الثابتة. سعد بقير لما تلعب الكرة باتجاه المرمى سعد بقير يلعب، لما تكون عرضية سعد بقير يخليها، وفعلا خلاها الآن للجهة اليمنى ترسل خطيرة. مكان لجويني يقول هذا مكاني يا
الهدف لسعد بقير وطه ياسين، هدف الوحيد سجله حمزه الاحمر بالنسبه للتوال من ركله جزاء في الشوط الاول. الثاني 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 للتوال، ولسه ما كملت كلامي وانا اقول في المرمى هدف في المباراه حدث وقد حدث ذلك وقد حدث ذلك، وجاء الحدث وجاء الخبر العاجل وجاء الهدف الثاني للتوال. 2-2 جننتوني 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 يا كلاسيكو تونس، جننتوني جن جنون عشاق الاتوال. الله على هذا الصاروخ، اي والله من القلب من أعماق أعماق قلب حمزة الأحمر، لقد قلب الطاولة، إنه قلب الأسد، إنه القلب الشجاع، القلب الكبير، رجل المباريات الكبيرة. ألم أقل لكم هذا اللاعب هو رجل المباريات الكبيرة؟ ويستمر أيها الأحبة في تخصصه في شباك الترجي، هذا رابع أهدافه في الترجي في المباراة. وما بين الصفاقسي إلى أربع نقاط والمباريات، والآن الكرة الحكم الذي لا شك سيكون الحديث عنه في المباراة. لاحظ الكرة، أوه محمد أمين بن ناصر، محمد أمين بن ناصر والحارس هنا أيمن المثلوثي على الجويني، واضح الدفع للأمانة، واضح الدفع باعتقادي ركلة جزاء، باعتقادي ركلة جزاء، لكن المثلوثي